السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أداة مجانية بتنظم الكلاشات اللي بتخرج من نفس ووركس، بحيث إن أنت تقدر تدخلها وتعرف تديرها على الريفت، تقدر إن أنت تتعلم إن دي كلاش، دي اتحلت، دي محتاجة مناقشة وهكذا. فبعد ما خلصنا على النفس ووركس وشفنا الكلاشات، بدأ كل كلاش تروح للريفت وترجع تاني للنفس ووركس. لأ، أنت جوه الريفت نفسه تقدر ان انت تشوف الكلاشات كلاش كلاش، وتقدر تعلم هل الكلاش ده اتحل ولا لا، تقدر تقول له اعمل لي زوم. فده اداه شايف انها رائعه، بتوفر وقت كتير جدا، سهله جدا في الاستخدام ومجانيه. فالمفروض اي حد في شغال في مجال الكوردينيشن او في البي مانجر ان هو يستخدمها.